المقدسة لاستقبال الزائرين الذين يتوافدون سنوياً لإحياء ذكرى زيارة العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وسط استنفار أمني وخدمي. أكملت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة كافة الاستعدادات الأمنية لهذه الزيارة من خلال نشر كل القوات باتجاه المحاور التي يسلكها الزائرين، وأيضا تفعيل الأجهزة الفنية والاستخبارية في السيطرات الخارجية وفي عموم مناطق المدينة، بالإضافة إلى القيام بعمليات استباقية في المناطق الصحراوية وأيضا المسطحات المائية. نشرنا عشرات سيارات الإسعاف ووضعنا 8 مستشفيات حكومية و4 مستشفيات أهلية على هبة الاستعداد، وسوف نركز على رفع وعي المواطنين بالخطة حول الإصابات بالأمراض الوبائية وخطورة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها، كما سوف تكون هناك فرق لمتابعة المياه والأطعمة والأشربة المقدمة للزائرين الكرام. الزيارة المليونية التي تشهدها المدينة يقصدها المسلمون سالكين الطرق سيرا على الأقدام أو من خلال وسائط النقل المختلفة من داخل وخارج العراق، تشهد تنظيما من قبل الأجهزة الأمنية والخدمية لضمان سيابية القدوم وإداء الشعائر والمواكب العزائية، إضافة إلى الجهد التطوعي المتمثل بالمواكب الخدمية. تأمين المنتجات النفطية الكافئة من بنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل، بلغت الكميات اللي طلبناها لسد الاحتياج، طبعا بالإضافة إلى استمرار الوارد اليومي، إن بلغت 5 مليون لتر من منتوج البنزين و2 مليون لتر من منتوج النفط الأبيض و5 مليون لتر من منتوج زيت الغاز. طلبنا أن تكون بمستودع كربلاء، وبالفعل تحققت هذه الكميات حاليا موجودة. احنا موكب هيئة خدمة الحسين طرف المخيم نبدي استعداداتنا لشهر محرم الحرام، ونبدي نقدم طعام الفطور والغداء والعشاء من واحد محرم إلى 13 من محرم الحرام في منطقة باب الحسين المخيم. زائرون من مختلف المحافظات العراقية وآخرون جاءوا من مختلف الدول العربية والإسلامية، جاءوا إلى هنا للمشاركة في إحياء يوم العاشر من محرم الحرام، ذكرى واقعة الطف الأليمة. على كافة الأصعدة الأمنية واللوجستية والخدمية أكملت كربلاء المقدسة كافة الاستعدادات لاستقبال زيارة يوم العاشر من شهر محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. من كربلاء المقدسة معتز العبودي، زاكروس تيفي.